من زمان وانا صغيرة يعني، ما كنت حاسة نفسي مختلفة يعني، ما بحسش نفسي ان انا زي الاولاد. قلت لها انا فعلا مش بحس نفسي زي الاولاد، يعني بحس نفسي اكتر زي البنت يعني. اليوم دايما انا بوصفه كده يعني، ان هو اسوأ يوم في حياتي، لان دخل عليا الاوضه ويعني حصل اعتداء جسدي عنيف جدا. يعني أول مرة تعرضت فيها للتحرش وأنا في المدرسة، وكان تحرش عنيف جدا لدرجة إن هدومي كلها اتقطعت. الطلبة يعني كنت في أولى إعدادي وقتها، الطلبة كلهم كانوا عايزين يكتشفوا هو اللي تحت الهدوم ده إيه، هو ولد ولا بنت. أول ما وصلت المطار في برلين، دخلت الحمام، قلعت كل الهدوم الولد اللي أنا لابساها ولبست الفستان. يعني بالتمام والكمال سنة طلبني الجواز، وكان عيد جواز